طلابي أحبائي، أسعد الله أوقاتكم وكل عام وأنتم بألف خير. ها نحن يا أحبائي نذهب في جولة جديدة حول مهارات الأسبوع الثالث من الفصل الدراسي الثاني لمادة اللغة العربية للصف الثالث. سنبدأ يا أحبائنا هذا الأسبوع بقراءة درس الطفلة والقمر وقراءة قصيدة شعرية بعنوان أنا إنسان. سنتعرف على الصورة الشعرية والمعاني التي توحي بها هذه القصيدة والهدف الرئيسي من هذه القصيدة. في درس الطفلة والقمر، نص الطفلة والقمر، سنقوم بحل المهارات التدريبية حول درس الطفلة والقمر من خلال المحادثة والاستماع. سنقوم بحل الأسئلة بشكل شفهي ومن ثم التعرف على صور المحادثة. سيتم التركيز على مهارات اللغة العربية من المحادثة والاستماع والقراءة والكتابة والتعبير. سنقوم بقراءة درس الطفلة والقمر وتحديد يوم لتقييم للقراءة. سيتم استخراج مهارات تدريبية من هذا الدرس. أيضا يا أحبائي سنتعرف على مهارات تدريبية جديدة ومراجعة المهارات السابقة من التدريبية من اللام الشمسية واللام القمرية، همزة الوصل وهمزة القطع، وحروف الجر والتاء المربوطة والتاء المبسوطة والهاء المربوطة، والتنوين بأنواعه، تنوين الفتح، تنوين الضم، وتنوين الكسر. سيتم التعرف على ضمائر المتكلم خلال الفصل الثاني. أيضا يا أحبائي سيتم قراءة قصيدة أنا إنسان وتدرب على طرق قراءتها بشكل شعري واستخدام المهارة التعبيرية في خلال القراءة. سيتم حل ورقة عمل حول قراءة قصيدة أنا إنسان. أيضا سيتم تحديد إملاء للطلاب والتدرب على قراءتها وكتابتها عدة مرات. أيضا يا أحبائي سيتم تحديد يوم لتقييم الإملاء. أيضا سيكون لدينا القراءة، قراءة نص الطفلة والقمر وقراءة الشعرية لقصيدة أنا إنسان. سيتم التدرب على القراءة والكتابة اليومية بشكل يومي في كتيب الإملاء وفي دفتر النسخ، والقراءة من الكتاب والورقة المعروض عليها قصيدة أنا إنسان. سيتم تحديد يوم لتقييم القراءة كذلك لتقييم الإملاء. أيضا سنقوم بزيارة المكتبة وعمل مشروع بمساعدة أمينة المكتبة للتعرف على كاتب الشهر وهو زكريا تامر، وعمل كتيب له ووضع التعرف على سيرته الذاتية ومؤلفاته وقراءة قصة حول كاتب الشهر وهو زكريا تامر. طلابي أحبائي أشكر لكم حسن استماعكم وإلى اللقاء.